الله الرحمن الرحيم. اليوم نحن في مستشفى أستر في كوتشين في الهند، وقمنا بعملية منظار دقيق جدا للبروستات للوالد بعد العملية الثانية اللي كانت في الظهر. أحد الفقرات الظهر كانت تركيب لها مسامير، والحمد لله رب العالمين مع الدكتور سانديب، وجزاه الله خير يعني أنه الوالد في صحة وعافية. كان مركب اللبيب يعني لمدة طويلة، من تقريبا أكثر من 4-5 شهور 6 شهور تقريبا فوق، والحمد لله يعني العملية ناجحة رغم كبر السن يعني الوالد، والحمد لله رب العالمين بخير وعافية، وقام ومشى واموره طيبة الحمد لله، ومستمرين في العلاج وجزا الله خير. الدكتور سانديب الحمد لله يعني دكتور أول ما نصحنا بارك الله فيه، ويعني كان متخوف من موضوع العمر يعني. كان متخوف من موضوع العمر وكذا وهذا، لكن الحمد لله رب العالمين نجحت العملية وبارك الله فيكم جزاكم الله خير.